قبل قليل انعقد اجتماع بين رئيس الحكومة والأمناء العامين للأحزاب السياسية، استمع إلى عرض لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة حول الأزمة القائمة الآن بين المغرب وإسبانيا. وأبرز المتحدث باسم الحكومة أن المجتمعين نددوا بالمحاولات التي كانت ترمي تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة، تحويل النقاش كما أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بالهجرة. شكرا سي الغربي على الاستضافة، وشكرا لإتاحة الفرصة للتواصل مع السي الزين، هذه مدة ما تلاقيناش. أكيد أن اجتماع رئيس الحكومة مع قادة الأحزاب الممثلين في الحكومة وكذلك مع وزير الخارجية هو لتسليط الضوء على مستجدات ما يقع بين المغرب وإسبانيا من جهة، وبين المغرب وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي أخذ صفة وانحاز إلى الأطروحة الإسبانية التي عممت المشكل ولم تضع أصبعها على حقيقة المشكل. المشكل هو مشكل دولة تعتبر صديقة وتعتبر شريكة وجارة، واستقبلت أحد المجرمين المتورطين في جرائم خطيرة جدا لا ضد إخواننا في تندوف وكذلك حتى بعد الإسبان، وبهوية مزورة، ودخل ليس فقط إسبانيا وإنما شنغن كذلك، وبالتالي أوروبا ككل. وهذه يقع على عاتق إسبانيا تفسير هذه الورطة، وبدل أن تعطي الأسباب وتحددها وتبرر تصرفها عممت النقاش واعتبرت بأن المغرب يقوم بابتزازها فيما يتعلق بالهجرة. لا بد من الإشارة إلى أن عندما نتحدث عن الشراكة والصداقة فلا بد من تحديد مفهومها، لأن الشراكة والصداقة تعني أن هناك مصالح مشتركة وهناك رؤية أبعد من المجال الاقتصادي، رؤية لحماية هذه المصالح والدفاع عنها والعمل على تبيان إلى أي حد ما يمس المغرب يمس إسبانيا. لكن إسبانيا لا زالت تتكلم وتتحدث وتتفاعل في أدوارها وكذلك في تصرفاتها بمنطق استعماري صليبي، وأكيد بأن ربما بيغدمونت رئيس كاتالونيا السابق حدد هذا المصطلح وهذا المعنى، على اعتبار أن يراد من المغرب أن يكون دركية إسبانيا ودركية أوروبا، وأن يعمل على الحد من موجة الهجرة، وأن يكون سيفا مسلطا على رقاب من يرغبون في تحسين وضعيتهم. مقابل ماذا؟ مقابل أن إسبانيا تطعنه من الخلف وتقوم بالتحايل والتدليس على مصالحه العليا، وخصوصا قضية الصحراء المغربية. وهذا المنطق يبين إلى أي حد هناك انتهازية في التعامل الإسباني تجاه مصالح المغرب. ولا بد من الإشارة إلى أن حتى السنة هذه، بداية هذه السنة، فالمغرب قام بحماية إسبانيا من أزيد من 79 ألف محاولة هجرة وأزيد من 30 ألف محاولة هجرة بطريقة عنيفة، وعمل على تفكيك عشرات مئات المافيات المتعلقة بالمهاجرين، وعمل كذلك على حماية هذه الحدود في إطار اتفاقية مشتركة تروم تخفيف عبء الهجرة على إسبانيا من جهة وعلى الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.